طفلك مجرم، طفلك سارق، طفلك قد يكون أي شيء بثواني بالتقنيات الموجودة اليوم. أبشع التهم قد تلصق به بسبب الذكاء الاصطناعي وما خفي أعظم. شركة الاتصالات الألمانية دوتشي تيليكوم نشرت مؤخراً فيديو للتوعية بخطورة نشر صور الأطفال على السوشيال ميديا. في الفيديو يشارك الآباء صور المناسبات الخاصة بأطفالهم في العالم الافتراضي، وبضغطة زر تصبح الفيديوهات متاحة في كل مكان في العالم ولأجل غير مسمى. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي وتقنية الديب فيك يتم التلاعب بصورة طفلك تحويله لرجل أو فتاة ناضجة في ثواني معدودة. الصور تستخدم لاحقاً للقيام بأعمال غير أخلاقية من خلال نسختهم الرقمية الشابة، والنماذج متعددة. صوت أطفالك قد يستغلونه للتحايل وخداعك بأن ابنك في خطر وعليك دفع المال لإنقاذه. كل صورة تقوم بنشرها لطفلك هي بالنسبة لك ذكريات، لكن بالنسبة لمخترقي الإنترنت والمتلاعبين كنز كبير، بيانات يمكن استخدامها بطرق ملتوية لكسب المزيد من المال، كتغيير الهوية، فيزا البنوك، جوازات السفر، وتهديد الخصوصية والابتزاز المادي والقرصنة. كل هذه الأمور قد تحدث بدون علمك، لكنها حقيقة وواقعية. الدلائل تثبت ذلك. وفقاً لموقع نيويوركر، كل طفل في سن 5 من عمره تكون له 1500 صورة على الإنترنت، وفي عام 2030 ثلث حالات سرقة الهوية تكون مرتبطة بتلك الصور التي شاركها الآباء لأبنائهم وهم في سن 5. الأمر لا يتوقف هنا. هل فكرت قد بموافقة ابنك على هذه الصور التي تنشرها أنت؟ نعم، أنت ولي أمره اليوم، لكن ماذا لو كبر في عمره وعبر عن رفضه لنشرك السابق لصوره؟ وماذا لو أصبح مراهقاً وتفاجأ بصديق عثر على صوره القديمة المضحكة، تلك التي نشرتها أمه منذ سنوات، ليتعرض لخطر هدد حياة الكثير من الأطفال، وهو التنمر الرقمي (cyber bullying)؟ ربما يفسر كل هذا ما قام به مارك زوكربيرغ عندما نشر على حسابه صورة له ولزوجته وبناته احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، والصدمة أنه أخفى وجوه بناته بالإيموجيز. الأمر الذي أثار جدلاً بين المتابعين. مؤسس التطبيقات العملاقة هذه التي تعتمد أساساً على إظهار الوجه يخفي وجه أطفاله، أمر متناقض. يكفي أن نقول لك أن إدارة موقع فيسبوك تضخ ملايين الدولارات في أبحاث التعرف على الوجوه وفي الاستحواذ على الشركات التي لديها تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال. وفي الفترة من عام 2009 ل 2017 ارتفع حجم إنفاق فيسبوك إلى 11 مليون دولار للضغط على صانع القرار في واشنطن وعرقلت أي قانون يمكن أن يصدر لتنظيم استخدام تقنية التعرف على الوجوه. Share with Care، هذا هو عنوان الحملة التي أطلقتها شركة الاتصالات الألمانية. ذكرياتنا وذكريات أطفالنا أشياء ثمينة يجب أن نتشاركها فقط مع أهل الثقة والمقربين، وليس مع القراصنة أو المرضى أو المحتالين. دمتم وأطفالكم آمنين.